مباراة الديربي في أي حتة في العالم بيكون ليها حكايات مختلفة جدا عن بقية المباريات، وفي مصر عندنا مفردات مختلفة خالص عن باقي الكوكب. قبل أي ماتش للزمالك والأهلي عندنا حاجات الناس بتتفائل بيها، ولما بتحصل بتحس إن فرقتها هتكسب، وحاجات تانية لما بتحصل بيقولوا كده الماتش راح مننا. خلونا نبدأ مع جمهور الزمالك صاحب الأرض في الديربي ده، ونعرف إيه هي الحاجات اللي بيتفائلوا وبيتشموا منها. بتفائل إن أول حاجة أشوفها على مابط بخطين حمر، تملي ما بروحش الاماكن اللي اقدر اشوف فيها اعلام غير اعلام نادي الزمالك. والله انا بتفائل جدا جدا لما اتفرج على الماتش لوحدي. بتفائل لما بروح انا واخويا الاستاد، على طول بنكسب. هو لازم يكون في لعيبه معينه كده، لو ما كانش في التشكيل انا ممكن يعني زي مثلا زيزو شيكا. من اكتر الحاجات الواحد بيتشائم منها قبل مباراه القمه بيبقى ان الفرجه على الماتش على القهوه مع الصحاب، يعني فبحب اتفرج عليه في البيت. اللي متفائل بيها النهارده ان اول مره من وجهه نظري ما شفتش ماتش بيتلعب يوم اثنين، فدي حاجه جديده انه لعبوا النهارده يوم اثنين، وده يوم كله بيتفائل بيه على الاقل ان هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور الاحمر كمان عنده حاجات كتير بيتفائل وبيتشائم منها قبل مباراه القمه، تحتاج مجلد عشان نقدر نكتبها. تعالوا نشوف جمهور الاهلي هيقول ايه. بتفائل الصراحه لما الاهلي بيكون ماشي الفتره اللي قبلها وحش، علشان كل الماتشات اللي فاتت لما الاهلي بيكون ماشي مش كويس والزمالك شغال كويس بننزل نكسب سكور. ان مثلا يكون في اصابات كتير في الاهلي والزمالك صفوفه مكتمله، والاهلي عامه بيكسب في اسوء حالاته، دي حاجه مقتنع بيها. والله انا بتفائل بالذات لما عبد المنعم هو اللي بيبدا الماتش، لكن لما بيكون في تغيير في التشكيله بصراحه بتشائم. بتشائم لما يكون الماتش اللي قبل الكم الاهلي يخسره، الصراحه الواحد بيتشائم وبيزعل وبيكون خايف على الماتش اللي جاي، بس هو يعني بتفائل لما يكون بيكسب قبل الماتش. لما بتفرج على ماتش بيبقى نسبه كبيره قوي ببقى قلقان ان الاهلي يتغلب، فالكتير قوي ما بحبش اتفرج على الماتش، احب اسمع النتيجه بعد ما تخلص. وما بين الأبيض والأحمر في حاجات ممكن نسميها منطقة أشواك، والمنطقة دي بتكبر كل يوم. ما يكونش لعيب زي إمام عاشور، يعني كان لعيب أساسي عندك ولعيب زملكاوي على فكرة، ويجيب فيك جون. عبد الله سعيد ما جابش جون، ده أول حاجة، وحركة شيكابالا اللي هو بيخش وراح حاططها على طول. الحاجات اللي كان بيعملها رمضان صبحي كررها مرتين، موضوع الوقوف على الكورة، موضوع إن مثلا لو إمام عاشور الله أعلم إذا كان هينزل ولا مش هينزل، إن برضه يحصل منه حاجة أو كهرباء. شيكابالا يجيب جون؟ لا. أزعل جدا بصراحة. أكيد أي حد ساب الزمالك وراح الأهلي ما شافوش يجيب جون فين. وعموما إحنا لا بنتفائل ولا بنتشائم، إحنا كل اللي عاوزينه ماتش حلو. وخصوصا ان مفيش اي حاجة ممكن تخلينا نقدر نتوقع نتيجة الديربي، لان ده موضوع بره الحسابات والتوقعات. سارة عبدالله، صباح البلد.